أنا يا أدوابا إلا لما دل واصله دولة نمدون واصله أكيد أنا واحد سلاه هاي واحد لقي بدله وقبل كذا أدواب محله بدله أنا قضية اللي يقوم بدله وقال أدواب ملها واتيس ولا ذا أنا هذا أيضا أقول ما هذا إلينا هيا أنا حصها هيا أذكر شباب الله الدحاء قريبتان لين عن سوحك تاه سير الشعب كذا أي نغلق قريبتين المسؤولين تودبا وهل كان فديا مسؤولين تود قار كم دوان مجابه يو سنة رف عدي وانت الحبض كوتشري عن مرة نجهرين دقال كا انت كوتشري ما انت حقيت شوقة ما انت وحد شوقة عيل علي أحمد وأفرتن كيلومتر هذا يا مالك الرئيسة تلعب وقابا هل كا كوتشري وحد كلو شوقة قال عد وعيل ماشي اللي يراد هذا يا مالك الرئيسة 60 كيلومتر وحو جوغا حرر ماشي اللي يراد ايلدر او ايادنا اد غران كرتا 300 كيلومتر او جيرتا مغالده مقدسه دينا اكليتو وحو كا جوغا اون ربا ايادنا انان حسو حرر ديره او رونتي ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada galmudug iyo mudug dadka shacabka ah isugu jira أن كحصها يا دراويشتا دراويشتا وسلاد غيبتا كقاتين حرين تحرر ديرة يا جودهان دراويشتا يا إذا مرت ديران كبحضاء يا أبو سمرهاب يا إذا كأو هجامين هي جنرال مالين خير الله سيو يا وزير بتر أيقون أي هجامين هي أو سلاح حرر ديرة غيبا كقاتين أيقون أن حصها يو ما أنت وحان هينا هيران شبه الله ذا لحق وحر وحق الجدود كل من بقول كيبا وحن رمين شن يلا بعدين صدون يا شن عن رمين أيق الجدود كل من دق ماذا البور يا دق ماذا قال هريري بعد كل من دنا عاش الشو وحن كتشوقنا حر دارة دنا عمدوك وحن كتشوقنا مال يرا دق هيا أو أشر تبع عدوين 8 كيلومتر دنا عكلا وحن كتشوقنا غايب أو بحضة أيضنا أشر تا الأفرت كيلومتر مال أشر تا تمام رول كاس عن شجع هي بابور كهل كان كسر بحه أنا عمر كان بحه يه هل كان بابور كان غب بحه هوبية بابور ما كنت يكره وأقول أمضى سوماليات حو قدلك سوماليات يا شعب قدلك سوماليات أي سوى ده هويل هربنا إلى كورة شنو مسؤولين تا هل كان لورة لجلورة جيسة أنا جو ديارو أولي بقى إلى الله شقينه ماشي حالات دمر يسومانتي وحاقول لمن راه وانتو بدا اودمان وحا يربا اودمان وحان لينا الهه يد كو غولايو وحان ربا هلكان انان اون تعسييو قيبنا او امانو خوغا دلكا سوماليد انتي كو شهيدي دغالكا خوغا دلكا سوماليد يا شعبكا خوغا سوماليد يا ciidamadii deegaanka xoreynta ee ku shahiiday waxaan leeyahay ilaahay idin xariisto inta ku dhaawacantay inta ku curyaantay waxaan leeyahay ilaahay ha idin booga dhigo xooga dalka Soomaaliyeed ciidanka dhulka khaasatan iyo shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay guusha halka ka sii wada guusha qofna iska ma lahayn shacabka Soomaaliyeed ba iska le waxaan xoreynaynaa waad ogtiina waa dadka Soomaaliyeed waxaan ka xoreynaynaa waa dadkiisa ninkii arka dadka laga xoreeyay dadkaas meelaha ay haysteen oo in nolosha iyo wax walba u diideen ninkii arka oo Soomaali u ما فريق سنة هي وحرين هي أدلك أنا خاصة أنا تليع أيضا نقول هان أنت عس حرين إني كل جاي ما حرينين تليع حوجا إلى شري سلاكيش قريبها سلاكيش أيضا كنقولك برته حوجا منته دولتها أجنبي جاه وان صاحب بدن هاي ورنتي أيون قعنا جسي جاي ديار ذها يهودا يتأكلين أنت أنت وقعنا جسي ونوم هاد علين هاي لما أنت يا أنا وأسودان حرين إني وحان ديار وهاي أنا الحيل هاي أو مع وسلي أدلك أنا وحكة خريجو. ديار بانو هاي أنا مع وسلي إذا يشات ييجا وته إن أدلك وحكة خريجو صابته وحوي قف كي أركيدات كلي بعثي سن أو سومالي وما فري سن هايو. أنت هالك عشان كوسو كوبا يا عربة هالقدم أو سرياش ييجا خريجو كهلين وأيضا كإن لقى سارو سياسة دو الله قبها. أيضا كسياسة شغلكم عليه. وينو حرايونكي سكو سجناده أو شقادة إيه واجبات كقرن الله دري وهايو
لكن waxaan rabaa sareeyaasha inay xasuusiyo mas'uuliyiinta halka joogta wasiirku na qaado taayada aan ka soo baxna anagu laakiin siyaasadda ayaa haya siyaasaddu xayndaabka ay guriga ay ku hayaa waa labada gole xukuumadda iyo dawladda madaxdooyada siyaasaddu marka ay wanaagsan tahay way soo carftaa sida dhulku marka roobku ku do'o oo barwaaqo u noqdo dad iyo dunyo iyo neef laba ay ugu liibaanaan baa loogu liibaanaa laakiin siyaasaddu hadday xumaato waa bulaacad waxa ugu soo horreeya ka soo baxana waa qabiil iyo qabyaalad waayahay siyaasadda hadday soo fakato ciidanka ma ka hayn kartaa haddii la soo fakiyo oo raggii xayndaabka ay ku jirta ay ka soo fakato waxay ku soo galaysaa ciidanku wuxuu ka yimid bulshada soomaaliyeed buu ka kala yimid runta aan isu sheegno shacabka soomaaliyeed buu ka kala yimid markii siyaas aniga waxaa laygu dhihi jiray ciidanka siyaasadda ka ilaali ciidanka siyaasad waxba kama qaba diyaar baana laakiin aysan ugu soo fakan dadka iska leh oo mas-uuliyiinta oo siyaasadda xerada ay ku jirtay meesha ay ku jirtay aysan ka soo fakan hadday ka soo fakato waxbarashada iyo caafimaadka iyo nolosha bulshada oo dhan bay duminaysaa bulaacad qaraxday weeye intaasna halkaasaan qodobkaas ku soo koobahayaa waxaan leeyahay qolo walba mas-uuliyiintu meesha ay uga aadan tahay qolo walba meesheeda ha ka ha ilaaliso waa soo koobahayaa waxaan rabaa xoogaa kaftanna way tahay kaftanna way ka xoog badan tahay odowaa aniga odowaaba in lala bedelo waa sunno dowladnimaduna waa sunno laakiin anugu waxaan isleeyahay waxaa la ii bedelay waa gobolka gede odowaa maxaa loo bedelay aniga qadiyadda laygu bedelay waa aqaanay odowaa malaha waa tii sunnada maadaama aan gobolka gedo magacaabay waxaan leeyahay gobolka gedo ka shaqeeya midnimada soomaaliyeed iyo soomaalinimada ka shaqeeya midnimada soomaaliyeed iyo soomaalinimada waxaan la leeyahay qadiyadda qof ma lahan ee ummadda gobolka dadka degan oo dhan baa iska leh ayadana intaasaan ku soo koobahayaa waxaan rabaa inaan una duceeyo una hambalyeeyo taliyaha xoogga iyo taliyaha ciidanka dhulka cusub ilaahay ha idinla garab galo ilaahay ha idinla garab galo ilaahay ha idinla garab galo ummadda soomaaliyeedna waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ayadoo mid ah oo nabad ah oo dhammaanteed isjecel in ilaahay meel isugu keeno baan ilaahay u rajaynaynaa oo ka baryaynaa dhammaantii waxaan idin leeyahay mar labaad baan dowladahan caawin jiray oo halkan ay ku joogaan Maraykanka iyo Turkiga iyo Yurubiyanka iyo inta la yiraahdo Admis intaba waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.